مشغل انت كده مشغل كلمك طلع له كلمك مش بس ايه بقى حوار ده انت مشغل كده حسين احمر اهو يعدي فوق بيلعب نادي يا عم حاسب بقى انت عشان اخوك يا عم بيقول لك ريكوردنج اهو انت بتفهم لما انا ادور مش لاقيك يا عم ماشي وانا بعين جنبيني بقول لك مش لاقيه قال لي لا انا الحمد لله شكريه شرعيه انا انا شبه توفيقيه شرعيه هو دي شرعيه ايه يا عم شرعيه ماشي سلام ماشي ده حلو مصطفى امسك نفسك ماشي يا شباب مصطفى انت منين ما اعرفش انا رافي انا مدرب نادي شباب الدخان طبيه الاثنين عشان دي محل قريب مني يعني انا القريب انا ساكن حسن محمد بس معظم اللعيبه الموجوده دي هو مدرب واحد اسمه مصطفى كلهم بنسمع حد يعني ده وده وده بيلعبوا بعض كلهم مدرب واحد يعني كل الناس اللي كلها مدربين بعض اللي بيساعد يعني بص يعني ده صاحبي بيلعب ده صاحبي ما فيش حد يتكلم عشان كده ما حدش بيساعد ما حدش بيساعد عصبيين يا ساعد بس بيلعبوا بعض كلهم عارفين بعض يا ابو حفيظ يا جدعان ابعدوا يا جدعان بعد اذنكم يا ابو حفيظ بعد اذنك ايه يا جدعان ده يا جدعان انا بقول برضه البطوله صامته ما صامتش الناس كلهم بقول لك مدرب واحد معانا بس ده مدرب بيلعب هنا عند الصيد مش معروف انت عارف الكاراتيه يعني كلهم عارف مش ده هو اللي هيكسب بقى عارف بس كده شفته قبل كده مصطفى خلاص الله يرحمه لو كسب هتبقى فلتة من شلاتين فلتة؟ يا يوم أبوك وأمك دعوه يا سحبة شوية أنت بقى أبوك يا حبيبي سيبك أوعى أخو عارف أخو عارف ده أنا متعب أنا خلص الوقت حتى كنت باين الراجل بعيد عننا خالص عارف بس بس يبقى أركز بقى مش عارف أركز ليه كده بس كنت في بقى مدرسة تانية سكنت الحبيب كوكاين بس تاني حابب اللمسة شوية هنا هتسافر ليه؟ حد على الحكم هنا هتسافر لو كان قرب شوية ممكن ناخد سفرة عشان قرب على الحكم ولو حد الحكم سفر بس هو ما لمسش الحكم قرب على اهلا
لا يعني أنا بقى أصور على فكرة. أنا بقى يا عم أنا بصور. إيه ده الكباري؟ قلت لك انت